حسين، من هناك في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة الموافق ل 25 من نوفمبر من عام 2023، الأخ حسين القائد الزعيم العظيم يقوم بتغذية وإطعام الوالد حفظه الله ورعاه. هيا تدخل العجوز الأم الحنون جمعة بلباسها التقليدي الجميل والرائع، وابتسامة تبدو على محياها، ابتسامة عريضة وجميلة شاهدها بالصورة المكبرة، هي هكذا دائما وأبدا حفظها الله ورعاه. حسيسا من هناك يقوم بإطعام الوالد الكريم الغالي على قلوبنا، عزيز علينا كثيرا، حفظهما الله ورعاهما الاثنان. الساعة كما تشاهدون تشير إلى 12 بالتمام والكمال إلا دقيقة واحدة. هذا الفيديو سيحفظ على قناتنا باليوتيوب المسمى بشبل الأوراق. نتمنى من كل المشاهدين الدعاء، نعم كما قال الأخ حسن، ادعوا للوالد الكريم حفظه الله بالشفاء العاجل والعودة إلى صحته المعهودة. صورة مقربة للوالد حسن يطعم الوالد مقارنة دويدة. دويدة، عفوا مشاهدينا الكرام. بابا هيا مثل الشيخ قلي، ها الشيخ قلي الشوي الناس هذا ضروري يخطر شو انا بابا. يقول بتمتمة بأنه لا يستطيع التحدث، لكن على لسانه يقول شكرا لكم، دعوني بالشفاء العاجل حفظكم الله، ودمتم مربوحين رابحين، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حسان يقول وضعها، ضعها في اليوتيوب فسوف تكتسب وتكتسح كل شيء، سيقومون بالإعجاب بهذا الفيديو عن بر الوالدين حفظهم الله دائما وأطال في عمرهم. شكرا للجميع، دمتم ودامت أيامكم سعيدة ورائعة، سلام الله عليكم.